شي زغيبات في النيف ديالها، العروق صغار في النيف هما اللي طرطقوا ليها. الان راه كتاخذ في العلاجات ديالها الضروريه هنا في المستشفى تحت العنايه الطبيه مرتبه. كنشكروا الطاقم الطبي ديال المستشفى الاقليمي خميسات. طبعا هذا فيديو اللي غادي يطمئنوا المحبين اللي كيسولوا على ندى. طبعا سمعنا انهم كاين اشاعات اللي كيقولوا بلي ندى ماتت الله يستر بدوران عمرها، رغم كل شيء كتبقى بنت هذا الوطن وبنت البلاد وكتبقى وليه وكاملين وليات. فحقيقة الواحد انه يتكلم فمه ماشي مشكل، يكتب ماشي مشكل، ولكن انه توصل به انه يؤذي شخص اخر ويضربوا لهذه الدرجه هذه، فحنايا ضد العنف يعني كيف ما بغى يكون. هذا فيديو باش نطمئنوا المتابعين ديال ندى وكلها لها الحمد لله على قيد الحياه، وما يقال الان بانها توفات هو عباره عن اشاعه طول عمرها. نعم شكرا. هذا فيديو صغير لي فان ديال ندى اللي كيسولوا على الحاله الصحيه ديالها. هي تحت العنايه المركزه الان، حاله ديالها شويه حرجه ولكن نتمنوا ليها الشفاء. طبعا هي ما كتقدرش تجاوب في التليفون، تليفون عند الام ديالها حريوده. السلام الكبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. التليفون ديال ندى كاين عندي. كنعتذر الكبيدات ما جاوبتكمش من حيت كنتسنى الدكتوره تعطيني الحاله الصحيه ديال ندى. دابا انت مازال ما عرفتيش عندها؟ لا عرفت، داروا ليها لا طونسيون، عندها 21 في الطونسيون، عندها الدقه ديال القلب طالعين، طرطق ليها جوج عرق في النيف ديالها. وداروا هادشي كله السبب ديالو الاعصاب، وكان واحد الشجره شي جيران حدانا، هذا هو السبب. اذا بالنسبه لي فان ديال ندى اللي كيسولوا عليها، هي الان باقا تحت العنايه المركزه، ما تقدرش انها تجاوب على الاتصالات ديال